ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع النهارده ازاي نظهر الايقونات اللي موجوده خارج ديسكتوب من هنا. في بادئ الامر احب انوه انه في بعض الاصدارات من نسخ الويندوز بيطلب منك ان انت لازم تكون عامل التفعيل، وانا عايزك ما تقلقش، اكيد ظهر لك كارد اعلى الشاشه اذا كان يمين او شمال تقدر تدوس عليه، وانا شرح خلال دقيقه تقدر تفعل ويندوز مجانا. تقدروا تروحوا تتفرجوا على حلقه تفعيل ويندوز لو مش مفعلينه وتيجوا ترجعوا تاني. 3 2 1. تمام، ما دام شغلتوا الفيديو تاني يبقى انتوا فعلتوا الويندوز. بكل بساطه عشان نظهر الايقونات بنيجي عند ويندوز ونيجي عند كلمه سيتنجز ونختار كلمه بيرسوناليزيشن ونيجي عند كلمه ثيمز، بعد كده نختار كلمه ديسكتوب ايكون سيتنجز، بعد كده نقفل الصفحه دي وهناخد الايقونه دي. تمام، زي ما احنا شايفين في بدايه الامر بيكون كله كده مش متشير عليه. انا على نفسي بحب يعني اختارهم كلهم، بحب اكون كله حتى الكنترول بانل لان هي مفيده. طيب تختار اللي انت عايزه وبعد كده تدوس ابلاي. اوكي بس كده، وهتظهر عندك كل الايقونات بالشكل ده. وكده اكون وصلت لاخر حلقه، اتمنى تكون معلومه مفيده والحلقه بسيطه. نلتقي في فيديو جديد وسلام. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in.